هذه درستها 8/5/2013. كما نرى هذا المسجد في مدينة الرس قد تعرض لدمار هائل. جامع المحمود، القصف المتكرر بشكل يومي، استهداف المساجد بكافة أنواع الصواريخ، حسبي الله ونعم الوكيل. ماذا فعلت المساجد لهم من أجل أن يقوموا بتدميرها من قبل كتيبة الهندسة والمشرفة؟ هذا هو حال مدينة الرستان ومساجد مدينة الرستان جراء القصف اليومي المتكرر عليه. ثمانية خمسة 2013.